إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أول موضوع في مادة الـ ENT. في الأول كده عايزين نعرف مادة الـ ENT عبارة عن إيه. أول حاجة اسمها ENT. الـ E اختصار لكلمة الـ Ear، والـ N للنوز، والـ T للثروت، وبالتالي دي مادة الأنف والأذن والحنجرة. طيب إن شاء الله النهاردة هنبتدي في الإير، لأنه الإير بيمثل حوالي 40% من مادة الـ ENT، وبالتالي ده أكبر جزء وأهم جزء. النهاردة إن شاء الله في الإير هنتكلم عن الأناتومي والفيسيولوجي، وهناخد جزء من الديزيزز بتاعة الـ external ear. دلوقتي هنبتدي نتكلم عن الاناتومي of الاير، لانه الاناتومي of الاير قالك انه الاير عبارة عن ثلاث اجزاء، الـ external ear والـ middle ear والـ inner ear. يبقى external و middle والانر او الانترنال اير. طيب اول حاجه الاكسترنال اير، الاكسترنال اير عباره عن ثلاث اجزاء، الاوريكل او الاير بينا، وبعدين الاكسترنال اوديتوري كانال او الاكسترنال اوديتوروميتس، وبعدين التيمبانيك ميمبرين، واسمه الثاني الاير درام، طبله الاذن. طيب في الأول هبتدي أتكلم عن الأوريكل أو الإير بينا. أول حاجة الأوريكل أو بالعربي سوان الأذن، دي عبارة عن إلاستيك كارتليج ومتغطي بسكين، إلاستيك كارتليج مغطى بسكين. أنا مطالب بإيه في الأوريكل؟ مطالب إن أنا أعرف إيه هي أجزاء الأوريكل. أول جزء يهمني قوي اللي هو الهيليكس. الهيليكس ده الجزء اللي برا، قصاده حاجة اسمها الأنتي هيليكس. وأعرف إيه كمان؟ حاجة اسمها الكونكا. وإيه كمان؟ والتريجس. وحاجة اسمها الأنتي تريجس واللوبيول واللوبيول، وكمان في حاجة اسمها السكافويد فوسة والتريانجولار فوسة. يبقى الهيلكس ده الجزء اللي برا، الأوتر ريدج. رقم اتنين الأنتي هيلكس، اللي هو قصاد الهيلكس على طول، اللي هو واي شيب دي كده، لأنه عنده أبر كراس ولور كراس، والجزء اللي ما بين الأبر كراس واللور كراس هو ده التريانجولار فوسة، والجزء اللي هو الديبريشن اللي موجود ما بين الهيليكس والأنتي هيليكس هو ده السكافويد فوسة. والتريجس قصادها الأنتي التريجس، واللوبيول اللي هو اللي تحت خالص ده، اللوبيول بتاع الإير اللي هو مفهوش كارتليج. وفي جزء مهم جدا اسمه الكونكا، لانه في حته منه اسمها السيمبا كونكا. السيمبا كونكا دي هتهمني قدام جدا في الديزل بعد كده، لانه السيمبا كونكا دي عباره عن السيرفيس اناتومي، وفي حاجه كده هنقولها بعد شويه اسمها الانترام، سيرفيس اناتومي اوف الانترام. طيب يبقى الاوريكل هيليكس انتي هيليكس، التريجس انتي تريجس، اللوبيول والكونكا، الجزء منها حاجة اسمها السيمبا كونكا. بعد كده عايز اقول نقطة خاصة بالأوريكل، انه الأوريكل عبارة عن ايه؟ كارتليج مغطى بسكين. قالك في حتتين، دي شفوي حتتين في الأوريكل مفهومش كارتليج. ايه هما؟
رقم واحد الإير لوبيول. الإير لوبيول هو جاست فات وعلي سكان. ايه الجزء التاني من الأوركل اللي مفهوش كارتليج؟ حتة اسمها الانسيزورة تيرميناليز. انسيزورة تيرميناليز موجودة فين دي؟ موجودة ما بين الروت اوف الهيليكس الروت اوف الهيليكس والانتي والتريجس. موجودة ما بين الروت اوف الهيليكس والتريجس. طيب هيسألك في شفوي ايه اهمية الانسيزورة تيرميناليز؟ ليه اهمية مهمة جدا. ايه هي؟ انه في نوع من الانسيشنز. يعني انسيشن لما اجي اعمل عملية في الودن جوه وعايز افتح على الودن بعمل انسيشنز. في نوع من الانسيشن اسمه الاندورال انسيشن. ايه الاند اورال انسيشن؟ دوت بعمله عند الانسيزورا تيرمينالز. الايه اللي هو الاندورال انسيشن ده بعمله في عملية ترقيع الطبقة. مش مهم. يبقى اذا الاوركل كده خلصت الاتومي بتاعها. بعد الاوركل هنخش على الاكسترنال اوديتوري كانال او اسمها التاني الاكسترنال اوديتوري ميتس. انا عايز اعرف فيها ايه؟ التالي. اول حاجه طولها قد ايه؟ بيجي كومبليت يجي ام سي كيو فلازم احفظ الارقام دي. طول الاكسترنال اوديتوري كانال 24 ملي. 24 ملي يعني حوالي 2 سنتي ونص، يعني حوالي 1 انش، يبقى 24 ملي. تاني حاجه هي الاكسترنال اوديتوري كانال عباره عن ايه؟ عباره عن جزئين. عباره عن جزئين اوتر 1 ثيرد والانر 2 ثيردز، او الكارتليجنس بارت والبوني بارت. لانه الاوتر 1 ثيرد ده كارتليجنس والميديال 2 ثيردز ده بوني. انا مطالب ايه دلوقتي؟ ان انا اعرف ايه الفرق ما بين الاوتر كارتليجنس 1 ثيرد والميديال او الانر بوني 2 ثيردز. التالي رقم واحد قالك انه طبعا الاكسترنال كانال كلها لايند باي سكن، كلها لايند باي سكن استراتيفايد سكويماس كيراتينايزد ابيثيليام. طب ايه الاختلاف؟ قالك انه السكن بتاع الاوتر وان ثيرد اوف الاكسترنال اوديتري كانال ده ثيك سكن، ثيك سكن. طيب والانر اللي هو الميديال تو ثيردز البوني ده ثين سكن، ثين سكن. الاوتر وان ثيرد ثيك سكن وبالتالي فيه هير فوليكلز، فيه هير فوليكلز. الانر تو ثيردز ما فيهوش هير فوليكلز. الاوتر وان ثيرد فيه السيباشس جلاندس الغدد الدهنيه والسيريمونس جلاندس اللي هي الغدد اللي بتطلع الواكس، لكن الميديال تو ثيردز ما فيهاش الكلام ده كله خالص، ما فيهاش سيباشس جلاندس، ما فيهاش سيريمونس جلاندس. يبقى الاوتر وان ثيرد ثيك سكن وفيه هير فوليكلز وفيه سيباشس وفيه سيريمونس، لكن الانر تو ثيردز ثين سكن وبالتالي ما فيهوش هير فوليكلز وبالتالي ما فيهوش سيباشس جلاندس وبالتالي ما فيهوش السيريمونس جلاندس. بعد كده الدايركشن، لانه الاوتر وان ثيرد الدايركشن بتاعه كالتالي ابورد باكورد اند ميديالي. ابورد باكورد اند ميديالي ودي ليها ابلكيشن كلينيكال هنقول دلوقتي. لكن الانر تو ثيرد اللي هو البوني الدايركشن بتاعه ايه؟ اعكس ازاي؟ الاوتر وان ثيرد ابورد يبقى دي داونورد، والاوتر وان ثيرد كان باكورد يبقى دي فورورد. الاوتر وان ثيرد كان ميديالي دي برضو كميديالي، يبقى ده اللي هي التانيه ثابته ميديالي. يبقى الاوتر وان ثيرد باكورد ابورد اند ميديالي، التاني فورورد داونورد اند ميديالي. ايه الابلكيشن انه الاوتر وان ثيرد باكورد ابورد اند ميديالي؟ يقولك انه لما يجي الدكتور يعمل اكزامينيشن للتيمبانيك ميمبرين بالاوتوسكوب بيعمل ايه؟ بيعمل ريتراكشن للاوريكل باكورد اند ابورد. ليه؟ علشان لما يجي يدخل الاوتوسكوب يشوف التيمبانيك ميمبرين، عشان اوتر وان ثيرد دايركتد باكورد اند ابورد.
وبالتالي هيعمل ريتراكشن للاوركل ابورد اند باكورد، وبعد كده يعمل اكزامينيشن للتبارك ميمبرين. وهنا يتضح اهميه دراسه الاناتومي. يا جدعان لازم ندرس الاناتومي ليه؟ اول حاجه هستفيد من دراسه الاناتومي هفهم بيها ديزيزز. رقم 2 ممكن اتسقف الشفوي، فبالتالي لازم اهتم بدراسه الاناتومي بتاع الاير وبرده النوز واللاركس وكله. طيب تاني حاجه خاصه بالاكسترنال اوديتوري كانال، ان هي عندها تو كونستريكشنز يعني تو كونستريكشنز او حتتين ضيقين فيها. اول واحده عند البوني كارتليجنز جانكشن، الجانكشن ما بين البون والكارتليج، يبدا انه الدياميتر بتاع الاكسترنال اوديتوري كانال يبدا يضيق. 2 قال لك من عند التمبانيك ممبرين 5 ملم من التمبانيك ممبرين، حته اسمها الاذمس الاسمس. طيب بعد كده في الاكسترنال اوديتوري كانال في نهايتها عند مكان التمبانيك ممبرين في كده جروف، الجروف ده بيسموه ايه؟ اسمه التمبانيك سالكس. طب وايه اهميته؟ اهميته انه التمبانيك ممبرين بيتثبت في الجروف ده، يعني هو داخل في الايه؟ في الجروف ده. طيب يبقى اهم جزء في الاكسترنال اوديتوري كانال اللينس بتاعها 24 ملي. تاني حاجه عباره عن تو بارتس، اوتر كارتليجس والانر بوني، وتفرق ما بين الاثنين. طيب بعد كده هتكلم عن التيمبانيك ميمبرين او الاير درام، لانه التيمبانيك ميمبرين على مستوانا هو جزء من الاكسترنال اير. في بعض الكتب تقول لا ده هو جزء من الميدل اير، بس احنا على مستوانا التيمبانيك ميمبرين ده جزء من الاكسترنال اير. التيمبانيك ميمبرين وصفه مهم جدا، يتسأل شفوي، وممكن يطلب منك كمان في الشفوي انك ترسم التيمبانيك ميمبرين، فخلي بالك انا مطالب بايه في التيمبانيك ميمبرين. اول حاجه التيمبانيك ميمبرين دوت اوفال ان شيب، يعني مش حاجه مدوره كده، لا اوفال. ليه؟ لانه الطول بتاعه 9 والعرض بتاعه 8، 9 في 8 ملم، وبالتالي هو اوفال، يبقى اوفال ان شيب لانه 9 في 8 ملم. الثيكنس بتاعه 1/10 ملم، 1/10 ملم، وبالتالي سهل جدا ان يحصله برفوريشن، سهل جدا ان يحصل للتيمبانيك ميمبرين برفوريشن. بعد كده التيمبانيك ميمبرين لونه ايه؟ لونه بيرلي وايت، حاجه اسمها بيرلي وايت، لانه سيمي ترانسبرنت، يعني التيمبانيك ميمبرين مش هو كومبليت ترانسبرنت، هو سيمي ترانسبرنت. ممكن اشوف اللي وراه في ديزيزز، هشوف اللي وراها لما اشوف الكالر معين ورا التيمبانيك ميمبرين اشخص الديزيز، فبالتالي هو سيمي ترانسبرنت. بعد كده قالك انه التيمبانيك ميمبرين كونكيف، كونكيف، ودي طبعا في الاناتومي معروفه طبعا من الاناتومي بتاع سنه تانية، ان هو كونكيف، وكان حته اسمها الامبو كده. طيب المهم هو كونكيف، طب الكونكافيتي لفين؟ ناحيه فين؟ بره ولا جوه؟ ناحيه بره. الكونكافيتي ناحيه بره، لكن الكونفكسي بتاع التيمبانيك ميمبرين ناحيه مين؟ ناحيه جوه. بعد كده قالك انه التيمبانيك ميمبرين مش واقف 90 درجه على الفلور بتاع الاكسترنال اوديتوري كانال، لا ده عامل زاويه مع الفلور بتاع الاكسترنال اوديتوري كانال، عامل زاويه كام؟ 55، وبالتالي هو اوبليك. طب وانا هستفيد ايه يعني من المعلومه دي؟ لا هستفيد حاجه مهم، لانك ممكن تتسال في الشفوي انا هستفيد ايه لما يكون التمبانيك ميمبرين اوبليك. قالك لانه لما اجي اعمل اكزامينيشن التمبانيك ميمبرين بالاوتوسكوب واجي ابص على التمبانيك ميمبرين هلاقي ان في حاجه اسمها الكون اوف لايت. كون اوف لايت ايه سبب تكون الكون اوف لايت؟ انه التمبانيك ميمبرين اوبليك. طب لو انا ما شفتش الكون اوف لايت معنى ذلك ان في ابنورماليتي في الاير، في مشكله خلت ان الكون اوف لايت يبقى مختفي، وبالتالي انا هحكم على الاير، على تحديدا على الميدل اير، من وجود التمبانيك الكون اوف لايت ولا لا. لو موجود يبقى دي غالبا الاير ديت التمبانيك ميمبرين نورمال، وبالتالي غالبا الميدل اير نورمال. ولكن لو كان الكون اوف لايت، لو كان الكون اوف لايت مش موجود
فده معناه ان في مشكله في التمبانيك ممبرين في الميدل اير، هنعرف بعدين. طيب التمبانيك ممبرين داير ما يدور، في حاجه حواليه كده اسمها التمبانيك انيولس. التمبانيك انيولس دي موجوده حوالين التمبانيك ممبرين ما عدا الجزء الفوقاني. طيب هي بتعمل ايه التمبانيك انيولس دي؟ دي اللي بتثبت التمبانيك ممبرين في التمبانيك سالكس اللي لسه قايلينه من شويه، قلنا ان في نهايه الاكسترتي كانال عند ميديال اند في جروف بتثبت فيه التمبانيك ممبرين. عن طريق مين؟ عن طريق التمبانيك انيولس دي، مش موجوده فوق، هنعرف بعد شويه ليه. بعد كده التمبانيك ممبرين قالك هو عباره عن 3 لايرز، ثلاث طبقات. الاوتر ابيثيليال لاير، اوتر ابيثيليال لاير. الاوتر ابيثيليال لاير دي ما هي الا سكن، جلد. ليه؟ لانها كونتينوس مع السكن بتاع الاكسترنال اوديتوري كانال. تاني لاير اسمها الميدل لاير او ميدل فايبرس لاير، لانها عباره عن فايبرس تيشو. قالك انه الميدل فايبرس لاير عباره عن لايرز تانية، يعني الميدل فايبرس لاير عباره عن 3 لايرز. يقولك في سيركولار وفي ريديال وفي ستريت، سيركولار وريديال وستريت. المعلومه المهمه دلوقتي انه الميدل فايبرس لاير دي موجوده في الجزء التحتاني من التمبانيك ممبرين، مش موجوده في الجزء الفوقاني من التمبانيك ممبرين. طب هستفيد منها؟ هستفيد منها امتى؟ بعد شويه هقولها. بعد كده يقولك الانر ميكوزا لاير. الانر ميكوزا لاير دي كونتينوس مع الميكوزا بتاعه الميدل اير، لانه الميدل اير الميكوزا بتاعتها عباره عن ايه؟ عباره عن سيليتد كولامنر ابيثيليا، وبالتالي هي عباره عن سيليتد كولامنر ابيثيليا. يبقى التمبانيك ممبرين من ناحيه بره عباره عن سكان زي الاكسترنال اوريتي كانال، من ناحيه جوه عباره عن ميكوزا زي الميدل اير، وفي النص في ميدل فايبرس لاير اللي هي مش موجوده في الجزء الفوقاني. طيب انت عمال تقول الجزء الفوقاني والجزء التحتاني، لانه التمبانيك ممبرين عباره عن تو بارتس، يبقى البارتس بتاع التمبانيك ممبرين 2، ده اناتوميكالي. طيب ليه؟ لانه في حاجه اسمها سيرجيكال بارتس اوف التمبانيك ممبرين. طيب اول حاجه الاناتوميكال بارتس، عباره عن تو بارتس، حاجه اسمها البارس فلاسيدا والبارس تنسا. بارس فلاسيدا والبارس تنسا. بارس فلاسيدا يعني ايه؟ يعني فلاسيد بارت. الفلاسيد بارت الجزء اللي هو فلاسيد، وده اللي هو ناحيه فوق الابر، الابر فلاسيد بارت. طيب والبارس فلاسيدا عباره عن ايه؟ البارس فلاسيدا عباره عن اوتر ابيثيليال لاير وانر ميكوزا لاير، ومفيش الفايبرس لاير، مفيش الفايبرس لاير. عشان كده كنت بقول لك انه الفايبرس لاير مش موجوده فوق، وبالتالي مش موجوده في البارس فلاسيدا. طيب هي الادام انه الفايبرس لاير مش موجوده، وبالتالي التمبانيك انيولس مش موجود. ليه؟ لان الفايبرس لاير هو اللي بيكون التمبانيك انيولس. عشان كده في التمبانيك ممبرين في المقدمه قلت لك انه داير ما يدور عباره محوط بالتمبانيك انيولس ما عدا الجزء الفوقاني. ليه؟ لان الجزء الفوقاني ما فيهوش الفايبرس لاير، وبالتالي ما فيهوش التمبانيك انيولس، لانه الفايبرس لاير هي اللي بتكون التمبانيك انيولس. تاني حاجه او تاني جزء هو البارس تنسا. ليه سموه بارس تنسا؟ لانه تنس مشدود. ده اللور بارت، وده عباره عن ايه؟ اوتر ابيثيليال وانر ميكوزا، ما بينهم ميدل فايبرز. لا هنا في ميدل فايبرز لاير، وعشان كده هو محوط بالتمبانيك انيولس. ايه بقى الكلينيكال ابلكيشن في الحته دي، حته البارتس؟ حته مهمه جدا، انه هيسالك في الشفوي ايه الجزء اللي سهل انه يتخرم، البارس فلاسيدا ولا البارس تنسا، وليه؟ الجزء اللي سهل ان هو يتخرم هو البارس تنسا، اسهل من البارس فلاسيدا. ليه؟ لانه البارس تنسا او حاجه ده تنس، لانه في الميدل فايبرس لاير، والبارس فلاسيدا ده فلاسيد عشان ما فيهوش الفايبرس لاير. طب وايه يعني؟ لانه البارس فلاسيدا ادام ما فيهوش فايبرس لاير فهو مش مشدود، وبالتالي لما يجي يحصل اندفاع للهواء من الاكسترنال كانال وتيجي تخبط فيه، يبدا ان البارس فلاسيدا لانه فلاسيد هيروح ويجي مع الهواء، يخش جوه الميدل اير كده جزء، وبعدين يقوم راجع تاني الاكسترنال كانال، فمش هيأثر قوي. لكن البارس فلاسيدا لانه مشدود
فلما يكون جاي واحد يضرب مثلا بالقلم على ودنه فالهواء جاي بسرعه يخبط في البارستنسا مشدود، فبالتالي سهل ان هو يتقطع. لكن البارس فاسد لانه فاسد فيروح يجي مع الهواء عادي. طيب يبقى دوت الاناتوميكال بارس، بارس فاسده والبارس تنسى. ايه بقى الاناتوميكال؟ الاناتوميكال بارتس بتاعه الميركن برين هم اربع اجزاء، ودي بقى اللي بيقسموها كده علشان السيرجري لما يجي يخش يعمل فتحه في التمبانيك ميمبرين، يعمل مثلا عمليه اسمها مايرينجوتومي انسيشن في التمبانيك ميمبرين. طيب عباره عن اربع اجزاء، التمبانيك ميمبرين بقسمه لاربع اجزاء كالتالي: جزء اول حاجه بقسمه بالطول كده، جزء انتيريور وجزء بوستيريور، بعد كده اجي بالعرض او بقسمه نصين، جزء ابر وجزء لور، وبالتالي هيطلع لك اربع كوارترز، اربع مربع، اربع اجزاء، اربع ارباع. الجزء anterior superior والجزء anterior inferior والجزء posterior superior والposterior inferior. طب ايه انا هستفاد ايه يعني؟ حاجة مهمة جدا، خلي بالك انه اسوأ مكان التمبانيك ميمبرين يحصل فيه بيرفوريشن او اجي اعمل عملية كنت بقى indicated ان اعمل مايرينجوتومي فيها هو posterior superior، بس انا رفض دلوقتي posterior superior. ليه؟ لانك لو انت عملت انسيشن في المنطقه دي انت هتضرب الانكس والستيبس، هتضرب الجوينت الموجود ما بينهم، فبالتالي هتدخله في كونتاكت فيرنج لوس. فخلي بالك دي بس الحته اللي عايزين نقولها دلوقتي هنا. طيب انا كنت قلت انه الثيكنس بتاعت الميركن ميمبرين كام؟ 1/10 ملي. انت متخيل 1/10 ملي ده الثيكنس؟ ولكن في التشيلدرن هو ادخل من كده، ثيكر ان التشيلدرن. طب انا هستفيد حاجه؟ وهو ليه اصلا ثيكر؟ هو اضخم في التشيلدرن علشان الاكسترنال اوديتوري كانال في التشيلدرن نارو. طب ويعني لانه انت لما بتكبر الاكسترنال اوديتوري كانال بتوسع، فلما توسع الاكسترنال اوديتوري كانال هتزود الشد على التمبانيك ميمبرين، فيبدا انه الثيكنس بتاعه يقل، فيبقى 1/10 ملم ان الادلت. طيب هو انا هستفاد ايه يعني لما يكون ان التشيلدرن التمبانيك ميمبرين ثيكر؟ هستفاد حاجه مهمه جدا، انه التمبانيك ميمبرين بتاع التشيلدرن بيبقى ريزيستنت ان يحصل له بيرفوريشن، صعب جدا ان يحصل بيرفوريشن للتمبانيك ميمبرين بتاع التشيلدرن. طب ودي هستفيد منها في حاجه؟ هستفيد منها ان شاء الله في الاوتايتس ميديا، لما نيجي نتكلم عن الاوتايتس ميديا هنعرف ايه الفايده اللي استفادها من النقطه دي. طيب وقلنا انه كون اوف لايت ده موجود فين؟ ده موجود في ناحية الجزء اللي نتاج عليه الانتيرو انفيريور اللي هو السيرجيكال بارت انتيرو انفيريور. وايه سبب تكونه؟ انه التمبانيك ميمبرين اوبليك، مش واقف كده عمودي، لا ده اوبليك عامل 55 درجه مع الفلور، بالاضافه كمان الى الكونكافيتي. الكونكافيتي والاوبليك بوزيشن هما الاثنين المسؤولين عن الكون اوف لايت. لو الكون اوف لايت ده مش موجود يبقى في مشكله. تمام كده انا خلصت الاكسترنال اير، عباره عن اوريكان اكسترنال اوديتوري كانال والتمبانيك ميمبرين. دلوقتي هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الميدل، ميدل اير. خلي بالك الميدل اير المفروض صح اقول الميدل اير كليفت. ايه ده؟ هو في فرق؟ لانه الميدل اير كليفت ده عباره عن ثلاث حاجات مع بعض. الميدل اير كليفت، خلي بالك من الاسم ده، كليفت عباره عن ثلاث حاجات مع بعض، عباره عن رقم واحد الميدل اير كافيتي، ده عارفينه الميدل اير كافيتي، ومعاه كمان الاستيكيان تيوب، الاستيكيان تيوب، ومعاه كمان الماستويد انترام، الماستويد انترام. دلوقتي هبتدي اتكلم عن الميدل اير كافيتي. الميدل اير كافيتي مطالب فيه بايه؟ بالتالي رقم واحد اعرف اجزاء الميدل اير، 2 اعرف الوولز بتاعة الميدل اير، 3 اعرف الكونتنت بتاع الميدل اير كافيتي. رقم واحد البارتس، قالك الميدل اير كافيتي بيقسموها الى 3 اجزاء. اول جزء اسمه الايبي تيمبانم، بعد كده الميزو تيمبانم، بعد كده الهايبو تيمبانم. يعني ايه تيمبانم؟ تيمبانم يعني تيمبانيك كافيتي، يعني ميدل اير مقصود بيها ميدل اير. فلما اقول لك اي بي تيمبانم يعني جزء العلوي من الميدل اير، ميزو تيمبانم الجزء
المتوسط من الميدل اير. الهايبوتيمبانم الجزء السفلي من الميدل اير. خلي بالك هو ان ايه اللي هيحكمني يعني ايه امتى اقول الجزء دوت ايه بتيمبانم وجزء ميزوتيمبانم وجزء ده هايبوتيمبانم؟ اللي هيحكمني هو التيمبانيك ميمبرين. ازاي؟ لانه الجزء بتاع الميدل اير اللي قصاد التيمبانيك ميمبرين عند الليفل بتاع التيمبانيك ميمبرين اسمه الميزوتيمبانم، اللي فوقه ايه بتيمبانم واللي تحته هايبوتيمبانم. في تكة صغيرة في الاي بتيمبانم ليها اسم تاني اسمه الاتيك، يعني التندرة. مش مهم الاتيك او الاي بتيمبانم ده الجزء الايه العلوي من الميدل اير كافيتي اللي هو اباف الليفل بتاع التيمبانيك ميمبرين. لانه عن طريق الاتيك دوت بيبقى كونتينيوس مع الماستويد انترم عن طريق فتحة اسمها الاديتس اد انترم. هنقولها بعد شوية دلوقتي تاني. يبقى التكة انه الاي بتيمبانم ليه اسم تاني الاتيك، خلي بالك من الاسم ده الاتيك. وبالتالي الاتيك ده كونتينوس بوستيريولي مع الماستويد انترم عن طريق الاديتس اد انترم. تمام كده خلصت البارتس بتاعته، بيتيمبانم ميزوتيمبانم والاي هايبوتيمبانم. بعد كده الوولز بتاعه الميدل اير كافيتي. الوول انت الميدل اير كافيتي عباره عن ايه؟ عباره عن اوضه وبالتالي ليها روف وفلور وانتيرير وول وبوستيرير وول وميديال ولاترال وول. اول حاجه ابدا اتكلم عنها الروف. تعالى نتكلم عن الروف بتاع مين؟ بتاع الميدل اير كافيتي. الروف بتاع الميدل اير يعني كده بالعقل كده ايه اللي ممكن يبقى فوق؟ البرين. يعني كده من غير اي حاجه الميدل اير الروف بتاعه فوقيه البرين، تحديدا التيمبورال لوب بتاع البرين. لانه الروف بتاع الميدل اير عباره عن عظميه رفيعه جدا اسمها التيجمن تيمباناي. تيجمن تيمباناي دي بتفصل الميدل اير عن التيمبورال لوب اوف البرين. بعد كده عندك الفلور. الفلور ده عباره عن ايه؟ نفس النظام. الفلور ده حته عظمه رفيعه ارفع كمان من الروف. الحته العظمه دي بتفصل التيمبانيك ميمبرين عن حاجه مهمه جدا اسمها السوبيريور جاجولار بالب. لانه الجاجولار فين انترنال جاجولار فين عنده بالب سوبيريور وانفيريور. هي بتفصل التيمبانيك ميمبرين التيمبانيك كافيتي عن السوبيريور جاجولار بالب. طيب السؤال دلوقتي، هو في احتمال ان الفلور ده ما يكونش موجود؟ ممكن الفلور ده ما يكونش موجود. فبالتالي السوبيريور جاجولار بالب هسميه ايه؟ هاي جاجولار بالب. لو الفلور مش موجود في الحاله دي هيسموه هاي جاجولار بالب، ودي هنستفيد منها بعدين، هنقولها بعدين في نقطه مهمه جدا. بعدين هنقولها لما نيجي نخش على الديزيزز. طيب كده خلاص الروف والفلور. بعد كده عندك الانتيريور وول. الانتيريور وول تلات حاجات من فوق لتحت كالتالي. اول حاجه في كانال لمصل اسمها التنسور تيمباناي. كانال لمصل اسمها التنسور تيمباناي. بعد كده عندك في فتحة للاستيكيان تيوب، فتحة الاستيكيان تيوب. بعد كده عندك في كانال اسمها الكاروتيد كانال، لان ماشي فيها الانترنال كاروتيد ارتري. يبقى الانتيريور عبارة عن ثلاث حاجات من فوق لتحت كالتالي: كانال التنسور تيمباناي، بعد كده عندك في السكند تيوب، بعد كده الكروتيد كانال اللي فيها الانترنال كروتيد ارتري، بعد كده البوستيرير وول. البوستيرير وول عباره عن ثلاث حاجات كالتالي: اول حاجه فتحه اسمها الاديتس اد انترم. ايه الاديتس اد انترم دي؟ لسه قايلها من شويه. دي فتحه بتربط الميدل اير مع الماستويد انترم، تحديدا بتربط الاتيك مع الانتر. طيب بعد كده في جزء اسمه البيراميد. البيراميد ده عباره عن بوني بروجكشن من البوستير وول. البوني بروجكشن دوت التجويف بتاعه موجود مصل اسمها الاستابيديس مصل، طالع من التجويف بتاعه وطالع عشان تمسك في العظمه اللي اسمها الاستيبس. هنقول بعد شويه. يبقى الاديس اد انترم
بعد كده البيراميد في جزء مهم كمان اسمه ال vertical part of the fascia nerve. ال vertical part of the fascia nerve دوت ماشي في البوستيرور وول في بوني كانال. البوني كانال دي اسمها الفالوبيان. فالوبيان كانال. يبقى الفالوبيان كانال دي البوني كانال بتاع الفيشيا نيرف. طيب بعد كده في اللاترال وول. اللاترال وول بالعقل كده عباره عن ايه؟ التمبانيك ميمبرين. مش عايزه يعني كلام. التمبانيك ميمبرين وفي عظم فوقيها وعظم تحتها. ده التمبانيك ميمبرين. الميديال وول عباره عن ايه؟ عباره عن ست اجزاء. والميديال وول ده اهم وول في التمبانيك ميمبرين في التمبانيك كافيتي. اول جزء اسمه البرومونتري. الايه؟ البرومونتري ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اليفيشن في الميديال وول. طب ايه اللي عمله؟ في جزء من الانر اير اسمه الكوكليا. الكوكليا دي عامله لفتين ونص، لفه حوالين نفسها لفتين ونص عشان تعمل لك شكل القوقعه. اول لفه هي دي اللي عامله البرومونتري. يبقى الفيرست تيرن اوف الكوكليا، اول لفه من الكوكليا تقوم عامله اليفيشن للميديال وول وفي الميديال اير فتعمل لك البرومونتري. تاني حاجه في اتنين ويندوز، واحد اسمه الاوفال ويندو وواحد تاني اسمه الراوند ويندو. الاوفال ويندو والراوند ويندو. الاوفال ويندو موجود فين؟ ده بوستيرو سوبيريور لمين؟ للبرومونتري. يعني موجود فين؟ فوق وورا البرومونتري. وفي كمان جزء اسمه الراوند ويندو. الراوند ويندو ده موجود فين؟ بوستيرو انفيريور، يعني ورا وتحت البرومونتري. الاوفال ويندو بيتقفل بالفود بليت اوف الاستيبس، عظمه الاستيبس الركاب. الفود بليت بتاعها بيقفل الاوفال ويندو. طب الراوند ويندو اللي بيقفله السكندري تمبانيك ميمبرين. لانه في تمبانيك ميمبرين عادي اللي احنا سالين عليه من شويه. طيب وفي حاجه اسمها سكندري تمبانيك ميمبرين، ده اللي بيقفل مين؟ الراوند ويندو. في بعد كده الترانسفيرس بارت اوف الفيشن نيرف، لانه الفيشن نيرف عباره عن جزئين ماشيين في ميدل اير. الترانسفيرس بارت اللي هو ماشي في الميديال وول، وفي الفيرتيكال بارت اللي ماشي في البوستيرور وول. والترانسفيرس بارت دوت برضك ماشي في بوني كانال اسمها الفالوبيان، لانه الفالوبيان كانال ماشيه في الميديال وول والبوستيرور وول. طيب هو فين يعني الترانسفيرس بارت ده بقى في الفيشيا نيرف؟ ده موجود فوق البرومونتري والاوفال ويندو، ده اعلى حاجه في الايه؟ في ميديال وول. في بعد كده جزئيتين عايز اعرفهم ماشي، مش عايز اعرفهم خلاص. في حته اسمها الساينس تيمباناي. ايه الساينس تيمباناي دي؟ دي كده زي ديبريشن موجود ما بين الاوفال ويندو والراوند ويندو ورا البرومونتري. هي موجوده ورا البرومونتري بتوصل الاوفال ويندو بالراوند ويندو، ديبريشن كده ملوش اي لازم. في بقى حاجه اسمها بروسيسس كوكلياري فورمز. بروسيسس كوكلياري فورمز دي عباره عن بوني بروجكشن. بوني بروجكشن، البوني بروجكشن دي موجوده قدام وفوق البرومونتري. طيب وايه فكرتها؟ يعني التنسور تيمباناي تندون بيعدي عندها، بس هي كده التنسور تيمباناي تندون بيجي عندها ويعمل 90 درجه. مش مهم. يبقى ميديال وول عباره عن ست حاجات: البرومونتري، اوفر ويندو، راوند ويندو، وفي كمان الترانسفيرس بارت اوف الشنيرف، ساينس تيمباناي، بروسيسس كوكلياري فورمز. كده انا خلصت الوولز اوف الميديال كافيتي: الروف، فلور، انتيريور وول، بوستيريور وول، ميديال وول اند لاترال وول. بعد كده اتكلم عن الكونتنت بتاع الميديال اير كافيتي. هيسالك سؤال في شفوي: ايه اهم كونتنت في الميديال اير كافيتي؟ هو الاير، الهواء. طب هو الاير اساسا دخل الميديال اير كافيتي ازاي؟ عن طريق الاستيكيان تيوب من النيزو فارنكس، فيخش عن طريق الاستيكيان تيوب يخش مين؟ الميدل اير كافيتي. عند ايه تاني؟ في الاير، في التلاتة اوسيكلز، في اتنين ماسلز، وفي اتنين نيرفس. يبقى الاير وتلاتة اوسيكلز واتنين ماسلز واتنين نيرفس. من التلاتة اوسيكلز الميلياس والانكس والستيبس. طيب ليهم اسماء تانية؟ هو الميلياس والانكس والستيبس دي اسمائهم لاتينية. طيب في اسماء بالانجليزي؟ الميلياس اسمها تاني الهامر، هامر مطرقة.
والانقص اسمها تاني انفل. انفل يعني انفل السندين. طيب والستيبس اسمها التاني اسمها استرب. استرب اللي هي الركاب. يبقى اميليس انقص استيبس ماشي. عايز برضو تعرف الاسماء التانية؟ هامر انفل استرب. في بعد كده تو ماسلز التنسور تيمباناي والاستابيديس. ده كلام قديم بقى من الاناتومي. التنسور تيمباناي والاستابيديس مطالب انك تعرف كل واحده بتتغذى بانه نيرف مهمه. طبعا الاستابيديس معروفه فيشيا نيرف. استابيديس فيشيا نيرف. التنسور تيمباناي دي كان بيجي لها من الترايجيمينال لانه الترايجيمينال كان عباره عن ثلاث اجزاء اوفسالميك وماكسيلاري ومانديبولر. المانديبولر كان بيدي برانش تو الميديال تريجويد. هو ده اللي كان بيغذي التنسور تيمباناي. ده اللي كان بيغذي التنسور تيمباناي. في بعد كده التو نيرفس مين هما؟ الكوردا تيمباناي. الكوردا تيمباناي ده برانش من الفيشيال نيرف. والتيمبانيك بلكسس اللي معموله بال جلوس فرينشال نيرف وهي دي اللي بتدي سنسيشن للميدل اير. التيمبانيك بلكسس. طيب يبقى التو نيرفس كوردا تيمباناي والتيمبانيك بلكسس. طب واحد يقول لي ما هو الفيشيال نيرف برضو في الكافيتي. لا الفيشيال نيرف ماشي في الوول في بوني كانال اسمها الفالوبيان وبالتالي هو مش كونتنت هو ماشي في الوول. طيب يبقى فيه 3 اوسيكلز وتو ماسلز وتو نيرفس والاير. كده انا خلصت الكلام بتاع الميدل اير كافيتي. اخش على السكند تيوب. السكند تيوب اول حاجه اللينس بتاعها كام؟ حوالي 36 ملي. يبقى اللينس بتاعها 36 ملي. مهم مهم احفظ الرقم طبعا 36 ملي. طيب في التشيلدرن احفظه برضو كام؟ 18 يعني نص. اللينس بتاع السكند تيوب في التشيلدرن 18. طيب بعد كده هو السكند تيوب دي يعني بتعمل ايه؟ عامله كونكشن ما بين الميدل اير كافيتي والنيزوفارينكس. بتفتح في النيزوفارينكس 1 سنتيمتر بيهايند حاجه اسمها الانفيرو تربينيت اللي هي كان بيقول عليها الفيرو كونكا. الانفيرو كونكا وراها بواحد سنتي تفتح مين؟ الاستيكيان تيوب. طب ايه الدايركشن بتاعها؟ الدايركشن بتاعها داون وورد فورورد اند ميديالي. داون وورد نازله من الميديال اير. داون وورد فورورد اند ميديالي تفتح في نيزوفاركس. عباره عن تو بارتس. مين هما؟ الابر وان ثيرد او ممكن عليه اللاترال وان ثيرد والميديال تو ثيردز او بيسموه او ممكن عليه اللور تو ثيرد. خلي بالك الابر او اللاترال وان ثيرد ده بوني. بوني لانه جاي من الميدل اير والميدل اير بتاعها بون. لكن اللور تو ثيرد ده كارتلاجينس. كارتلاجينس. طيب بعد كده قالك هو نورمالي السكند تيوب مقفوله ولا مفتوحه؟ نورمالي السكند تيوب اخواننا مقفوله كلوزد. وما تفتح امتى؟ تفتح لما تيجي تبلع ريقك او تبلع اي حاجه او اثناء اليونينج تيجي تتاوب. تفتح ليه؟ عشان اكشنز بتاعت المصل اللي ماسكه فيها تنسر البلاطاي والكلام ده. فبالتالي تبدا ان هي تشتغل. يبقى اذا السكند تيوب نورمالي كلوزد ولكن بتفتح اثناء السوالفنج اليونينج عشان المصل اللي ماسكه فيها. طيب وهنا في بقى كلينيكال ابلكيشن. ايه هو؟ انه في مرض اسمه الكليفت بالات. كليفت بالات ده كونجنتال ديزيز. الكليفت بالات ده في ابسنس للمسلز اللي هي الليفيتور والتنسور البلاطاي اللي بيفتحوا السكند تيوب مش موجودين وبالتالي السكند تيوب على طول هتبقى مقفوله. طب ويعني لا هيخش العيان في مرض اسمه الاوتايتس ميديا. ممكن سكريتوري اوتايتس ميديا ويعني اوتايتس ميديا يعني طبعا هنعرف الكلام ده بعدين يعني. طيب يبقى اذا عشان ما اغلطكش بس فدلوقتي هو السكند تيوب نورمالي كلوز لكن في ديز اسمه كليفت بالات. ساعتها التنسور بلاطاي والفيتور بلاطاي مش هيكونوا موجودين وبالتالي تكون مقفوله وبالتالي العين هيخش في التهاب الاذن الوسطى اوتايتس ميديا. طيب في ملحوظ هنا السكند تيوب اطول في الادلت ولا تشيلدرن؟ انا لسه من شويه في الادلت 36 في التشيلدرن 18 وبالتالي هي في التشيلدرن شورتر وكمان مش كده بس ووايدر ومش كده بس مور هوريزونتال. طيب وانا استفيد ايه يعني منها يعني ككلينيكال ابلكيشن؟
حاجه مهمه جدا انه الاكيوت تايس ميديا مور كومون ان ايه ان تشيلدرن، لانه سهل جدا ان الانفكشن يتنقل من النيزوفانكس يروح للميدل اير، فيعمل انفلاميشن بسهوله. السكند تيوب شورتر وايدر ومور هوريزونتال. بعد كده كده خلاص السكند تيوب، اخش رقم 3 عميل على الماستويد انترم. هو ايه الماستويد انترم ده؟ الماستويد انترم او ممكن نقول عليه الماستويد اير سيلز، ده عباره عن مجموعه من التشانلز او الكافيتيز متصله ببعضها ومتصله بالميدل اير واللايننج بتاع ميوكس ميمبرين. مجموعه من التشانلز، مجموعه من التشانلز او الكافيتيز اللايننج بتاع ميوكس ميمبرين كونتينوس وذ ايتش اذر وكونتينوس وذ مين الاتيك بتاع الميدل اير عن طريق الاديتاس اد انتر. طيب المقصود اير سيلز في اجزاء كتير. رقم واحد هو طبعا كذا جزء، اول واحد وده اهم واحد واكبر واحد هو الانترم. الانترم مهم جدا. رقم اتنين في حاجه اسمها التب سيلز، في حاجه اسمها البيري ساينس سيلز، في حاجه اسمها ساينوديورال، في حاجه اسمها الزيجوماتيك، في حاجه اسمها ريتروفيشال، وحاجه اسمها البيري انترال. تعال نتكلم عن كل واحد كلمتين كده، ايه بساط كده. اول حاجه الانترام، هو ايه الانترام ده؟ ده اكبر ايرسل. هو طبعا لما اقول ايرسل مش معناها بتكلم اقول سيل خليه، لا، الايرسل معناها كافيتي ولايننج بتاع ميكوس ميمبرين ومليان اير، هو ده مقصود بايرسل. ما تفكرش يعني الايرسل معناها ان خليه وكده يعني، لا. يبقى الانترام دوت ايرسل، يعني لاين ميكوس ميمبرين وفي اير، وده اكبر واحد. ودوت كونتينوس، ده اللي كونتينوس مع الاتيك بتاع الميدل اير عن طريق الاديتاس اد انترم. طيب وهو الانترم مهم ليه؟ في حاجتين مهمين جدا في الميديا رول بتاعه. اول حاجه انا قلت في الميدل اير، قلت ان البرومونتري دوت مين اللي عامله؟ الكوكليا، الفيرست تير بتاع الكوكليا. وبالتالي الميديال وول بتاع الانترام برضك في إليفيشن شبه البرومونتري، معمول لمين؟ بحاجه اسمها لاترال سيمي سيركولار كانيل. لاترال سيمي سيركولار كانيل، لانه الانر اير عباره عن ايه؟ عباره عن كوكليا وثلاثه سيمي سيركولار كانيلز. طيب اللاترال سيمي سيركولار كانيل بيعمل إليفيشن في الميديال وول، تعمل حاجه شبه البرومونتري. في كمان حاجه اسمها سكند جينو اوف الفيشن نيرف. الفيشن نيرف في الكورس بتاعه جوه التيمبرال بون عند الميدل اير، يعني كده بيعمل تو جينوز، يعني ايه؟ بيعمل تانيتين، جينو يعني ركبه، يعني الكورس بتاعه في تانيتين. التانيه الاولى بتكون موجوده في الميديال وول بتاع الميدل اير لما يجي التاني عشان يكون هوريزونتال بارت. التانيه موجوده في الميديال وول بتاعه الماستويد. التانيه موجوده في مينها؟ في الميديال وول بتاعه الانترام. وبالتالي الانترام في حاجتين مهمين في ميديال وول. اول حاجه اللاترال سيركولار كانال، رقم 2 السكند جينو اوف الفيشيال نيرف. في حاجه اسمها تيب سيلز. ايه التيب سيلز دي؟ موجوده عند التيب بتاعه الايه؟ الماستويد بروسيس. الماستويد بروسيس ليه تيب كده، الموجود فيها الاير سيلز موجوده جواها اسمها التيب سيلز. في حاجه اسمها البيبي ساينس، بيبي ساينس سيلز. في ساينس اسمه سيجمويد ساينس. السيجمويد ساينس ده الاير سيلز الموجوده حواليه اسمها بيبي سيجمويد. طبعا هي موجوده في البول بس حوالين السيجمويد، فيسموها بيبي سيجمويد سيلز او البيبي ساينس سيلز. في حاجه اسمها الساينوديورال. ايه الساينوديورال دي؟ موجوده ما بين السيجمويد ساينس والديورا، ديورا مطر. في حاجه اسمها البيري انترال، دي موجوده اراوند الانترم. في حاجه اسمها زيجوماتيك، موجوده في الزيجوماتيك بروسيس. في حاجه اسمها ريتروفيشيال، من اسمها موجوده ورا الفيشيال نيرف تحديدا الفيرتيكال بارت. دي كده كلها حاجه اسمها ماستويد اير سيلز، انترام، تيب سيلز، ريتروفيشيال، ريترو بيبي انترال، ساينوديورال، زيجوماتيك، كل دي اسمها اير سيلز. طيب بعد ده كله الماستويد ده بقى، الماستويد هو عباره عن اير سيلز كتيره، دي ليه انواع
عبارة عن ثلاثة تايبس، حاجة من ثلاثة، يا يكون سيلولر، يعني سيلولر يعني نيوماتيك، يعني في اير سيلز سيلولر نيوماتيك. تاني واحد سيلولر او بيسموها نون نيوماتيك او بيسموها سكليروتيك. ونوع الثالث اسمه ديبلويك، ديبلويك يعني في بومارو. السيلولر دوت معناها انه موجود عنده الانترم وبقيه الاير سيلز، وده موجود في 85% من البوبوليشن. لكن الاسيلولر معناه انه عنده الانترم وبس، الانترم وبس، الانترم على طول موجود، ودوت موجود في كام؟ في 15% من البوبوليشن. لكن الديبلويك اللي هو عباره عن بومارو ده موجود بس في التشيلدرن، في التشيلدرن، لانه الطفل لما يكبر هيبقى حاجه من اثنين، يا سيلولر يا اسيلولر. كده انا خلصت الكلام بتاع مين، بتاع الميدل اير كليفت اللي هو عباره عن ميدل اير كافيتي، وعباره عن الاستيكن تيوب، وعباره عن الماستويد اير سيلز. بعد كده اخش اتكلم عن الانر اير، الانر اير، لانه الانر اير ليها اسم تاني، اللابرنس، اللابرنس اي المتاهه، لانه طبعا هي عباره كده عن ايه، متاهات كده وبتاع. مهم الانر اير او لابرنس عباره عن جزئيتين، بوني لابرنس العظم اللي بره، البوني لابرنس موجود جواه حاجه طبيعيه اسمها الممبرينوس لابرنس. يبقى انت عندك في بوني لابرنس من بره وجواه ممبرينوس لابرنس، وبالتالي لابرنس عباره عن حاجتين، من بوني وممبرينوس. طيب اول حاجه اتكلم عنه البوني لابرنس. طبعا هو البوني لابرنس عباره عن تو بارتس، كوكليير بارت وفيستيبولار بارت. كوكليير او ممكن نسميه اوديتوري اللي هو له علاقه بالسمع، كوكليير بارت او اوديتوري بارت، وجزء تاني فيستيبولار بارت. هو الكوكليير بارت ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكوكليا اللي هي قوقعه، شبه قوقعه. ليه؟ قالك لانها بتعمل لفتين ونص حوالين بون، بونه كده اسمها موديولس، فيميل لفتين ونص فيديك شبه مين؟ السنيل، القوقعه. طيب هو الكوكليا دي جواها ايه؟ قالك الكوكليا لما نيجي ناخد فيها سكشن وتيجي تبص على جواها، عباره عن ثلاث اجزاء. اول جزء ثلاثه سكاله، وعباره كمان عن تو ميمبرينز وهير سيلز. المهم التلاته سكاله، السكاله فيستيبولاي، سكاله ميديا، وسكاله تيمباناي من فوق لتحت. سكاله فيستيبولاي، سكاله ميديا، والسكاله تيمباناي. وفيها تو ميمبرينز. اول ميمبرين اسمه الريسنرز ميمبرين، ريسنرز ميمبرين. والميمبرين الثاني اسمه بازيلار ميمبرين. ريسنرز ميمبرين ده اللي بيفصل السكالا فيستيبولاي عن السكالا ميديا. طب والبازيلر اللي بيفصل السكالا تيمباناي عن السكالا ميديا. طب السكالا ميديا دي عباره عن ايه؟ هي دي الميمبرينوس كوكليا، يعني الجزء الميمبرينوس لابرينث اللي موجود جوه الكوكليا، او ليه اسم تاني الكوكليار داكت. وهي دي اللي فيها الاندولينف، لانه السكالة تيمباناي والسكالة فيستيبولاي هما دول اللي فيهم البيريلينف. طب السكالة فيستيبولاي والسكالة تيمباناي الاتنين بيتقابلوا فين؟ عند الايبكس اوف الكوكلي، عند الايبكس اوف الكوكلي، عند حتة اسمها الهيلوجو تريما. بعد كده انا كده خلصت ايه؟ الكوكليار بارت. هخش على الفيستيبولار بارت، لانه الفيستيبولار بارت ده كبوني لابرنس عباره عن حاجتين، الفيستيبيول والسيمي سيركولار كانالز، الفيستيبيول والسيمي سيركولار كانالز. لانه الفيستيبيول ده موجود ما بين الكوكليا والسيمي سيركولار كانالز. هتكلم اول حاجه عن الفيستيبيول. يبقى الفيستيبيول ده يعتبر الجزء اللي في المنتصف، في منتصف البوني لابرنس، موجود ورا الكوكليا وقدام السيمي سيركولار
كانالز. وبالتالي اللاترال وول بتاعه موجود فين؟ موجود ناحيه الميديال وول وفي الميدل اير، ده اللاترال وول بتاعه. طيب هو الفيستيبول مهم ليه؟ لانه الفيستيبول في الاوفال اند راوند ويندوز الموجودين في الميديال وول وفي الميدل اير، وبالتالي هو مهم جدا. طيب بعد كده السيمي سيركلر كانالز، انا عندي فيه كام سيمي سيركلر كانال؟ ثلاثة سيمي سيركلر كانالز، واحد سوبيريور، واحد بوستيريور، واحد تاني لاترال. طيب دول بيفتحوا فين؟ بيفتحوا في الفيستيبيول لانهم ورا الفيستيبيول. وكل كانال عندها دايليتيشن او سويلنج ات وان اند اسمه الامبولا. طيب هو الفيستيبيول في ايه؟ في حاجه اسمها اليوتبيكل والسكيول، ده تبع الميمبرانس لابرنس. والسيمي سيركلر كانال في حاجه اسمها السيمي سيركلر داكت. طيب كده انا خلصت البون لابرنس، عباره عن كوكليا، كوكليار بارت وفيستيبولار بارت. الكوكليار بارت هي الكوكليا، فيستيبولار بارت عباره عن حاجتين، فيستيبيول وسيمي سيركلر كانال. الفيستيبيول فيها ايه؟ فيها اليوتبيكل والسكيول. طب والسيمي سيركلر كانال فيها ايه؟ السيمي سيركلر داكت. بعد كده اتكلم عن الميمبرينوس لابرنس. ايه الميمبرينوس لابرنس ده؟ خلي بالك قبل ما اتكلم عن الميمبرينوس لابرنس، البوني لابرنس قلنا انه جواه الميمبرينوس لابرنس. طيب الميمبرينوس لابرنس جواه سائل اسمه الاندولينف. ما بين الميمبرينوس لابرنس والبوني لابرنس سائل اسمه البيري لينف. الاندولينف شبه بالظبط الانتراسيلولار فلويد في التركيب بتاعه، لكن زي مثلا ايه، الصوديوم يكون قليل والبوتاسيوم يكون كتير وهكذا. طيب البيريلينف، البيريلينف شبه الاكستراسيلولار فلويد، يعني تلاقي فيه مثلا ايه صوديوم كتير وهكذا. طبعا دوت ليه دور في عمليه الكرييشن اوف نيرف امبلس، الامبلس اللي هتروح للبرين. ده كان في الفيسيولوجي. المهم الميمبرينس لابرنس دوت ايه بقى؟ انا قلت الميمبرينس لابرنس قلته عباره عن حاجه اسمها الكوكليار داكت او الميمبرينس كوكليا الموجوده جوه الكوكليا البوني كوكليا، واليوتريكل والسكيول الموجودين جوه الفيستيبيول، وبعد كده في ثلاثه سيمي سيركلر داكت الموجوده جوه السيمي سيركلر كانالز. طيب هو الميمبرينس لابرنس ده جواه ايه؟ اندولينف. طب حواليه ايه؟ البيريلينف اللي بيفصله عن البوني لابرنس. طيب دلوقتي انا مطالب ان اعرف الميمبرينس لابرنس ده جواه ايه بقى، يعني الكوكلير داكت دي فيها ايه؟ فيها الاورجان اوف هيرينج، اورجان اوف كورتي، فيها الاورجان اوف كورتي اللي مسؤول عن الهيرينج. طيب امال اليوتريكل والسكيول جواهم ايه؟ حاجه اسمها الماكيولا. طيب ودي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن اللينير اكوليبريم، اللينير اكوليبريم. طيب والسيمي سيركلر داكت فيهم ايه؟ حاجه اسمها الكابست امبولابس، لانه انا قلت عند كل كانال في دايليتيشن او سويلنج ات وان اند، ده في ايه؟ دي اسمه ايه؟ الامبولا. الامبولا دي في حاجه اسمها الكابست امبولابس، دوت النيورو ابيثيليوم اللي مسؤوله عن الاكوليبريم. انه نوع؟ الانجولار اكوليبريم. دلوقتي هتكلم سريعا عن الهيستولوجي بتاع الأورجان أوف كورتي، نعرفه كده سريعا. الأورجان أوف كورتي ده يعني لازم تبقى متخيله. احنا قلنا انه الكوكليا عاملة لفتين ونص around حتة بوني كده، حتة بوني اسمها الموديولوس. طيب الأورجان أوف كورتي ده فين بالظبط؟ الأورجان أوف كورتي موجود جوه السكالة ميديا، اللي قلنا ان هي ما بين السكالة فيستيبولاري والتيمبانوي. والأورجان أوف كورتي موجود بطول الكوكليا كلها، يعني عامل لفتين نص وكمان مع الكوكليا. وبالتالي هو لو انا كده جبت الكوكليا وفردتها طبعا هيطلع طولها حوالي 35 ملي. وبالتالي الأورجان أوف كورتي ده حاجة طويلة كده، عبارة عن نيورو ابيثيليوم طويل كده 35 ملي، 3.5 سنتي
انت متخيل؟ وبالتالي الاورجن اوف كورتي ده حاجه طويله كده. لما نيجي ناخد كروس سكشن فيه هلاقي الاورجن اوف كورتي موجود في السكالة ميديا. طيب موجود على ميمبرين، انا قلت اسمه قبل كده، اسمه البازيلر ميمبرين. البازيلر ميمبرين دوت هو اللي بيعمل سبورت الاورجن اوف كورتي. طيب امال الريزنرز ميمبرين ده، ريزنرز ميمبرين ده قلنا اللي بيفصل السكالة فيستيبولار عن السكالة ميديا. طيب هو الاورجن اوف كورتي ده عباره عن ايه؟ عباره عن هير سيلز وسبورتنج سيلز وتكتوريال ميمبرين. هير سيلز وسبورتنج سيلز وتكتوريال ميمبرين. والهير سيلز في انر هير سيلز واوتر هير سيلز، والانر هير سيلز كانت 1 رو والاوتر هير سيلز كانت 3 روز. ده كان كلام في الفيسيولوجي في السبيشال سنس. المهم طيب هو التكتوريال ميمبرين ده فين؟ التكتوريال ميمبرين طبعا هو الهير سيلز ليها بوتومز وليها توبس، ليها بوتوم وتوب. البوتوم ده موجود فين؟ على البازلر ميمبرين. والتوبس بتاعتها موجوده فين؟ التوبس بتاعت الهير سيلز فيها سيليا اسمها ستيريو سيليا. الستيريو سيليا دي لمسه التكتوريال ميمبرين. طب هو انا ليه بشرح الهيستولوجي؟ لانك لما تفهم الهيستولوجي بتاع الاورجان اوف كورتي هتفهم الفيسيولوجي. بعد شويه هتكلم على الفيسيولوجي، هتفهم انه ازاي بيحصل الهيرنج، ازاي بتكون نيرف امبلس عشان بعد كده تروح لمين؟ للميمبرين علشان يحصل الهيرنج. طب الماكيولا وكريست امبلرز مش مهم تعرف تركيبها ايه، اهم حاجه الاورجان اوف كورتي. يبقى ده الكلام بتاع الاورجان اوف كورتي. دلوقتي هتكلم عن الفيسيولوجي اوف الاير كلها. يعني ايه فيسيولوجي؟ يعني من الاخر عايز اعرف ايه الفانكشنز اللي بيقوم بيها كل جزء من اجزاء الاير. لان قلت انه الاير عباره عن اكسترنال والميدل وانر اير. الاكسترنال اير عباره عن اوريكل والاكسترنال اوديتوري كانال والتمبانيك ميمبرين. هو الاوريكل بتعمل ايه؟ كلام بقى قديم بقى بتاع فيسيولوجي، ان هي بتعمل كولكشن للساوند ويفز من الانفايرمنت وبعد كده تعمل لها لوكاليزيشن وتدخلها على الاكسترنال اوديتوري كانال. طيب امال الاكسترنال اوديتوري كانال بتعمل ترانسميشن او كوندكشن للساوند ويفز لحد التمبانيك ميمبرين. طب الميدل اير طبعا التمبانيك ميمبرين ايه وظيفته؟ التمبانيك ميمبرين بيعمل فايبريشن فيساعد الترانسميشن برضك اوف الويفز او الكوندكشن اوف الويفز للاوسيكلز للميدل اير. طيب الميدل اير الفانكشن بتاعتها، الميدل اير ليها تو فانكشنز، كوندكشن وامبليفيكيشن. كوندكشن للساوند ويفز لانها لما تنقلها من التيمبانيك ميمبرين عن طريق الاوسيكلز لحد الاوفال ويندو، الاوفال ويندو يبقى ده كوندكشن للويفز. رقم 2 امبليفيكيشن، بتعمل امبليفيكيشن للساوند ويفز 20 مره. ازاي؟ قالك بتوف بتو ميكانيزمز. اول ميكانيزم حاجه اسمها الريشيو او الاريا ريشيو، لانه في ديفرنس ما بين السيرفس اريا بتاعه التيمبانيك ميمبرين والسيرفس اريا بتاع الاوفال ويندو. لانه السيرفس اريا بتاع التيمبانيك ميمبرين قد السيرفس اريا بتاع الاوفال ويندو 17 مره او حوالي 16 مره. طيب هو ليه بقى بيحصل امبليفيكيشن؟ لانه انا دلوقتي مدخل كميه من الساوند ويفز معينه من التيمبانيك ميمبرين، نفس الكميه الموجوده على التيمبانيك ميمبرين الكبير هحطها على الاوفال ويندو الصغير، وبالتالي كاني عملت امبليفيكيشن للساوند ويفز. تاني ميكانيزم انه بمطالب بصلا حاجه اسمها ليفر اكشن اوف الاوسيكلز، لان الاوسيكلز ماسكه بعضها عامله زي تشين، ماسكه بطريقه معينه تخليها تشتغل شورنت ليفر اللي هي الرافعه، الكلام بتاع الفيزياء. طيب هو ايه الحكمه من الامبليفيكيشن ده؟ بس واحد ممكن يقول ايه، طيب ما هو انا دلوقتي واحد اتكلم مثلا جنبي بصوت معين، فلما اعمل امبليفيكيشن 20 مره ممكن كده انا ودني الانر اير يحصل ديد اير تبوز من الساوند العالي ده بس امبليفيكيشن. قالك ايه بقى؟ قالك في حاجه اسمها امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. امبيدنس ماتشنج ميكانيزم يعني ايه؟ يعني ايه؟ دلوقتي الساوند ويفز لما تيجي تنتقل من الاير للفلويد بيحصل ايه؟ بتقل،
القوة بتاعتها بتقل، الشدة بتاعتها بتقل. الدليل انه لما يكون واحد تحت سطح المية وواحد واقف جنبه فوق سطح المية بيتكلم، صعب جدا هو يسمعه. ليه؟ لانه الساوند ويفز لما تتنقل من الاير للفلويد بيحصل لوس لكمية كبيرة منها، وبالتالي الامبليفيكيشن دوت هيعوض النقص اللي يحصل في الساوند ويفز لما تيجي تتنقل من الاير بتاع الميدل اير للفلويد بتاع الانر اير. لانه دلوقتي الانر اير عباره عن بيريلينف واندولينف، فلما يجي يتنقل الساوند ويفز عن طريق الاوفر ويندو من الميدل اير للبيريلينف الموجود في السكالا فيستيبيولاي هيحصل لوس لكميه كبيره من الساوند ويفز. فعشان اعوضها بيحصل عمليه الامبليفيكيشن اللي بتحصل في الميدل اير عن طريق الاريا ريشيو والليفر اكشن، ودي بيسموها امبيدنس او ريزيستنس ماتشنج ميكانيزم. في معلومه اخيره انه في حاجه اسمها فيز ديفرنس. يعني ايه فيز ديفرنس؟ بمنتهى البساطه انه لما تيجي تخش الساوند ويفز عن طريق الاوفال ويندو، ايه اللي بيحصل في الاوفال ويندو؟ ايه اللي بيحصل؟ بمنتهى البساطه انه الاوفال ويندو بيخش ناحيه جوه شويه، فلما يخش ناحيه جوه ايه اخبار البريجر اللي موجود في السكا في البيريلينف هيزيد. فعلشان اخفف البريجر دوت ايه اللي يحصل في الراوند ويندو؟ يخرج ناحيه بره ناحيه الميدل اير. دي بيسموها الفيز ديفرنس. ليه؟ علشان اعمل ريليف، اخفف البريجر الموجود جوه البيريلينف. كده انا خلاص الفانكشن بتاع الميدل اير. بعد كده مع الميدل اير هقول فانكشن بتاعت الاستيكيان تيوب. يعني طبعا قلت في حاجه اسمها ميدل اير كليفت، عباره عن ميدل اير كافيتي واستيكيان تيوب وماستويد انترا. طيب الاستيكيان تيوب ايه الفانكشن بتاعتها؟ اهم فانكشن للاستيكيان تيوب هي عباره عن الايكوالايزيشن اوف البريجر، ايكوالايزيشن اوف البريجر اون بوث سايدز اوف التمبرانيك ميمبرين. ليه؟ لانه دلوقتي انا عندي بره التمبانيك ميمبرين في البريجر اللي هو الاتموسفيريك بريجر بتاع اللي هو الضغط الجوي العادي اللي هو طبعا عن طريق الاكسترنال اورتيك كانال. طيب دلوقتي لو الميدل اير مقفوله ايه اللي يحصل؟ البريجر جوه هيقل. طيب هو في حاجه اسمها استيكان تيوب بتعمل حاجه اسمها فنتيليشن، يعني بتدخل الهواء عن طريق النيزو فارنكس لحد الميدل اير، وبالتالي البريجر هيبقى ايكوال اون بوث سايدز اوف التمبانيك ميمبرين. لانه لو اتقفلت هيحصل حاجه اسمها ريتراكتد تمبانيك ميمبرين، يبقى التمبانيك ميمبرين داخل جوه الكونكافيتي بتاعته تزيد، يخش ناحيه الميدل اير لانه الاتموسفيريك بريجر بره بقى عالي مقارنه بالبريجر الموجود جوه الميدل اير. تاني فانكشن السكند تيوب هي عمليه الدرينج للسكريشنز. لانه الميدل اير بلايند باي ميكوزا عماله تطلع سكريشنز، فلو حصل فيها كلوجر هيحصل اكيوميليشن للسكريشنز دي وممكن تدخلني في اوتايتس ميديا. طيب بعد كده في حاجه اسمها الماستويد انترام. ايه الفانكشن بتاع الماستويد انترام؟ ليه كذا فانكشن. هو طبعا الفانكشن بتاعته بالظبط ايه مش معروفه، ولكن مجرد ايه كلام كده يعني يقول لك مثلا هو ممكن يشتغل كريزرفوار، مخزن للاير. ازاي يعني؟ لانه في لما يجي يحصل اوبستراكشن للسكند تيوب لاي سبب يبدا انه الاير جوه الميدل اير كافيتي قل. طيب احنا محتاجين اير والميدل والسكند تيوب مقفوله، فنسحب اير من الماستويد انترام. تاني وظيفه يجي يقول لك انه دلوقتي هو الماستويد انترام موجود جنب اللابرنس. الدليل ان قلت انه الماستويد انترام تحديدا الانترام اللي هو نوع من الاير سيلز بتاع الماستويد، قلت انه في الميديال وول بتاع الانترام في حاجه اسمها اللاترال سيمي سيركلر كانال عامله اليفيشن حاجه زي البرومونتري، وبالتالي اللابرنس جنبها على طول. فبالتالي هو وجود الاير جوه الماستويد انترام بيحمي اللابرنس من درجه الحراره العاليه، لان طبعا الهواء بيخفف درجه الحراره. في فانكشن ثانيه يقول لك انه بيعمل ديكريز في الويت بتاع السكال، بيقلل وزن السكال. شبه مين؟ شبه الساينسز، البرونيزال ساينسز. طيب كده انا خلصت الفانكشنز بتاعت الماستويد
اير سيلز. كده انا خلصت الاكسترنال اير والميدل اير, هخش على الانر اير, لانه الانر اير عباره عن جزئين, كوكليار بارت وفيستيبولار بارت. الكوكليار بارت ده مسؤول عن البرسبشن, البرسبشن اوف الساوند وليس الهيرنج, لانه الهيرنج ده فانكشن للكورتكس. لكن البرسبشن اوف الساوند, يعني برسبشن اوف الساوند, ان انا بحول الساوند ويفز انتو نيرف امبلس, هي دي البرسبشن. لكن النيرف امبلس لما تروح للكورتكس فوق وتترجم لصوت, ده اسمه الهيرنج, ده مش ملوش دعوه بالكوكليار بارت. طيب بعد كده الفيستيبولار بارت. الفيستيبولار بارت مسؤول عن ايه؟ كلمه واحده, ايكوليبريم او البالانس. طيب انا قلت ان الفيستيبولار بارت عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها الفيستيبيول اللي جوه اليوتريكل والسكيول, وحاجه اسمها السيمي سيركلر كنال اللي جوه السيمي سيركلر داكت. هو اليوتريكل والسكيول مسؤولين عن ايه؟ قلت ان مسؤول عن اللينير ايكوليبريم, الايكوليبريم وانت ماشي طوالي كده. لكن السيمي سيركلر كنالز او الضغط مسؤول عن الايكوليبريم في الانجولار, انجولار اكسلريشن, زي كده لما تكون باكي مرجحه, هي دي الفكره بتاعتها الانجولار اكسلريشن. كده انا خلصت الفيسيولوجي او الفانكشنز بتاعت الاير. هتكلم ايه دلوقتي؟ هتكلم دلوقتي ازاي بتحصل عمليه الترانسميشن بتاعت الساوند ويفز لحد الكوكليا, وبعدين نتيجة الفايبريشن, الفايبريشنز اللي بتحصل في الكوكليا تنتج النيرف امبلس. انا هشرح دلوقتي ازاي بيحصل الكلام ده بمنتهى البساطة. واحد اتكلم جنبك, فبالتالي في ساوند ويفز, الساوند ويفز دي مين اللي يجمعها؟ الاوركل, كولكتد باي الاوركل, وبعدين هتعدي في الاكسترنال قدام في كانال مسؤول عن الكوندكشن. طيب هيخبط في مين بعد كده؟ التيمبانيك ميمبرين. فايبريشنز في التيمبانيك ميمبرين هتنيها تتنقل عن طريق مين؟ الاوسيكلز, لحد ما تيجي لاخر حته في الاوسيكلز حاجه اسمها الفود بليت اوف الاوسيكلز. وبعدين نتيجه الفايبريشنز بتاعت الفود بليت في الاوسيكلز يبدا انه البيريلينف اللي موجود في السكالا فيستيبيولاي تحصل فيه فايبريشنز, فيتنقل هذا الفايبريشنز الى البازيلر ميمبرين. البازيلر ميمبرين اللي بيفصل السكالا فيستيبيولاي عن السكالا ميديا, وبالتالي يحصل فايبريشنز في الاندو لينف الموجود في السكالا ميديا. الفايبريشنز دي تبدا ان يتحرك التكتوريال ميمبرين, فيبدا انه يحصل فريكشنز, احتكاك ما بين التكتوريال ميمبرين والستيريو سيليا بتاعه الهير سيلز, ودوت يؤدي في النهايه الى النيرف امبلس. النيرف امبلس تطلع من الكوكليا تروح للبوث سايدز اوف البرين. انا دلوقتي عايز اقول حته خاصه بالاناتومي بتاعه الاوسكلز لانها بتتسال شفوي. يسالك في الشفوي ايه هي الاوسكلز؟ الميليس والانكس والستيبس اللي هي اسماء تانية زي الهامر والانفل والاسترا. طيب قولي كده اجزاء الميليس بتتسأل؟ بتتسأل في الشفوي. ايه اجزاء الميليس؟ ايه اجزاء الانكس؟ ايه اجزاء الستيبس؟ اول حاجة ايه اجزاء الميليس؟ الميليس عبارة عن هيد ونك وهاندل ولاترال بروسيس والانتيريور بروسيس. عبارة عن هيد ونك وهاندل واللاترال بروسيس والانتيريور بروسيس. الهاندل واللاترال بروسيس بتاعت الميليس دول بيكونوا معلمين على التمبانيك ميمبرين. لما اجي بص على التمبانيك ميمبرين النورمال تمبانيك ميمبرين هتشوف الهاندل في الميليس واللاترال بروسيس. طيب بعد كده في الايه؟ الانكس. ايه اجزاء الانكس؟ الانكس ملهاش هيد ولا نك, ليها بودي على طول, يبقى عباره عن البودي. وبعدين لونج بروسيس, لونج بروسيس والشورت بروسيس واللينتيكولار بروسيس. البودي بتاع الانكس دوت هيعمل ارتكيوليشن مع الهيد بتاع الميليس. طيب امال اللينتيكولار بروسيس هيعمل ارتكيوليشن مع مين؟ مع الستيبس, اللينتيكولار بروسيس. طيب اجزاء الستيبس ليها هيد ونك
وتو كرورة anterior cross و posterior cross كرورة جمع cross anterior cross و posterior cross. وبعدين في الفود بليت اوف الستيبس اللي بيقفل مين الاوفال ويندو. هي دي اجزاء الاوسكلز. حته كمان انه في البارس فلاسيدا يقول لك ايه الاسم التاني للبارس فلاسيدا؟ الشاربينال ميمبرين. شاربينال ميمبرين. طيب برضو حته اخيره في التبانيك ميمبرين. التبانيك ميمبرين لما اجي ابص عليه بلوتوسكوب ايه اجزائه؟ يعني هشوف ايه المعالم اللي اشوفها من بره. طبعا هشوف بارس فلاسيدا وهشوف بارس تنسا. طيب البارس فلاسيدا والبارس تنسا مفصلين عن بعض عن طريق حاجه اسمها ايه الانتيريور مالولار فولد والبوستيريور مالولار فولد اللي هو معمول بمين؟ بالهاندل اوف ميليس. هاندل اوف ميليس هو اللي عمل الانتيريور مالولار فولد والبوستيريور مالولار فولد. حتى مالولار ديت صفه من الميليس. طيب في بعد كده لاتر بروسيس وهشوف ايه كمان الكونوفلايت. الكونوفلايت كده انا خلصت الاناتومي والفيسيولوجي اوف الاير. في بقى شويه ملحوظات كده يعني على سبيل المثال عايزين نعرف بما اننا بنتكلم في الفيسيولوجي يعني ايه كونداكتيف هيرينج لوس او امتى تحصل والسنسو نيورال امتى تحصل والمكسد هيرينج لوس. لانه الهيرينج لوس حاجه من ثلاثه يا كونداكتيف يا سنسو نيورال يا مكسد. طيب الكونداكتيف هيرينج لوس يحصل امتى؟ هو اسمه ايه كونداكتيف يعني في مشكله في الكوندكشن. هو مين يسؤول عن كوندكشن؟ الاكسترنال اوديتوري كانال والميدل اير. وبالتالي اي مشكله في الاكسترنال اوديتوري كانال او الميدل اير هيعمل لي كونداكتيف هيرينج لوس. ولما اقول لك كونداكتيف هيرينج لوس يبقى البي سي اللي هو البون كوندكشن احسن من الاي سي اللي هو الاير كوندكشن. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه انا الاير كوندكشن كده قفلته، انا قفلت السك، مفيش اير هيتنقل خالص، مفيش فايبريشنز عن طريق الاير، وبالتالي مفيش ملجا الا البون انه الفايبريشن تنتقل عن طريق انه البون، لانه انا كده قفلت السكه بتاعت الاير. وبالتالي الباثوي الوحيد اللي ممكن الفايبريشنز تمشي فيه هو البون، وبالتالي البون كوندكشن يبقى احسن من الاير كوندكشن. في السنسوري نيورال هيرينج لوس، في السنسوري نيورال هيرينج لوس ايه اللي حصل؟ اسمه سنسوري نيورال. سنسوري لانه الكوكليا اتضربت، في مشكله في الكوكليا. نيورال لانه في مشكله في الكوكليار نيرف او في مشكله في الباثوي لحد البرين، فيسموها سنسوري نيورال. سنسوري نيورال هيرينج لوس في مشكله في الكوكليا. الكوكليا لان مسؤول عن البرسبشن، في حاجه في الاورجان اوف كورتي مثلا، او في مشكله في النيرف الفيستيبولو كوكليار نيرف اللي هو النيرف الثامن. بعد كده في حاجه اسمها ميكسد هيرينج لوس، بمنتهى البساطه انه حصل كونداكتيف هيرينج لوس ومعاه كمان سنسوري نيورال هيرينج لوس. في الاخر كده حاجه اسمها فيرتايجو. يعني ايه فيرتايجو؟ فيرتايجو بمنتهى البساطه انه حصل ديفكت في البالانس الاكوليبريا، وبالتالي مين اللي اتضرب؟ الفيستيبولار بارت. في مشكله في الفيستيبولار بارت، في مشكله في اليوتريكل، في الساكيول، في السيمي سيركلر داكت، او حتى في الباثوي بتاعهم لحد مين؟ لحد البرين. طبعا الكلام ده كله هنتكلم عنه في الاخر خالص في حاجه اسمها السيمتوماتولوجي. هنشرح الكونداكت هيرينج لوس والسنسور نيورال والميكسد والفيرتايجو وايه الكوز بتاعتهم وايه الكاركترز بتاعت كل واحد فيهم. طيب دلوقتي انا عرفت يعني ايه كونداكت هيرينج لوس ويعني ايه سنسور نيورال. طب انا عايز اعمل ديفرنشيشن ما بين الكونداكتيف هيرينج لوس والسنسور نيورال. قالك في حاجه اسمها تونينج فورك تيست. تونينج فورك تيست الشوكه الرنانه. ده بقى من ايام مين؟ فيسيولوجي والسبيشال سنس والكلام ده كله. في حاجه اسمها تونينج فورك. طبعا التونينج فورك دي بيبقى ليها احجام معينه وكل حجم ليه فريكوانسي معين، واكتر تونينج فورك تستخدم اللي الفريكوانسي بتاعها 512 هرتز. المهم في ثلاث تيستات اخد فكره عنهم لانه بيجوا برضو في العملي.
في تلات ستات يعرفوا يعملوا ديفرنشيشن ما بين الكوندكتيف هيرنج لوس والسنسوري نيورال هيرنج لوس. اول تيست اسمه ايريني تيست. انا عايزك تعرف كلمتين بس في التيست دوت. اول حاجه ان التيست الريني تيست دوت لما يجي لك صوره في العملي اعرفه ازاي؟ انه بمنتهى البساطه تلاقي حاطط التورنج فورك على الماستويد. ده اسمه ريني تيست. بيعمل ايه الريني تيست دوت؟ بيعمل كومباريزون ما بين الاير كوندكشن والبون كوندكشن ان ذا سيم اير. طيب بالنسبه لي النتائج بتاعته هو نورمالي انه الاير كوندكشن احسن من البون كوندكشن. فلو كان البون كوندكشن اعلى من الاير كوندكشن ده كوندكتيف هيرنج لوس. طيب امال السنسوري نيورون عامل ازاي؟ قالك انه الاير كوندكشن والبون كوندكشن الاثنين بيقلوا بس الاير احسن من البون لان الكوندكتيف الكوندكشن مفيش اي مشاكل. ده ريني تيست. الفيبر تيست يجي لك في الصوره كده في العملي انه حاطط تونينج فورك على الفور هيد، على الفور هيد بتاعت مين؟ العيان. الفكره بتاعته ان اليوز بتاعه بيستخدم في الكومباريزون اوف البون كوندكشن بين البوث ايرز، بيقارن البون كوندكشن في رايت اير مع البون كوندكشن في ليفت اير. نورمالي البون كوندكشن في الرايت اير زيه بالظبط البون كوندكشن في ليفت اير. طيب امتى بقى يبقى في مشكله؟ طبعا انا الفيبر تيست بيتعمل بعد الريني تيست. يعني انا مثلا جيت على عيان وعملت له الريني تيست لقيت انه الليفت اير البون كوندكشن فيها احسن من الاير كوندكشن، فده معناها ان هو كوندكتيف هيرنج لوس. فهم جايب التونينج فورك وحاططها على الفور هيد، هتلاقي ايه؟ هتلاقي انه البون كوندكشن في الليفت اير اعلى من الرايت اير، فكده اكد لي انه ده كوندكتيف هيرنج لوس. في الفيبر تيست في الكوندكتيف هيرنج لوس البون كوندكشن بيكون احسن في الودن اللي فيها مشكله. طيب انا جيت عملت ريني تيست لقيت انه الاير كوندكشن والبون كوندكشن الاثنين اقل من النورمال بس الاير كوندكشن اعلى من البون كوندكشن، فده معناها سنسوري نيورال. وكان مثلا في الليفت اير فهقوم جايب التونينج فورك وهحطها على الفور هيد، هتلاقي عند العيان ده ان البون كوندكشن في الرايت اير اعلى من الليفت اير. يبقى الفيبر تيست بيتعمل بعد الريني تيست. عملت الريني اعمل بعده الفيبر. تاني لو جيت لعيان وعملت له الريني تيست ولقيت انه عنده في الليفت اير عنده كوندكتيف هيرنج لوس، الليفت اير فيها كوندكتيف هيرنج لوس، هقوم جايب التونينج فورك وحط على الفور هيد بتاعته، هتلاقي ايه؟ هتلاقي انه البون كوندكشن في الليفت اير اعلى من الرايت اير. هيقول لك انه في الليفت اير حاسس في صوت اعلى من الرايت اير، ده بياكد لي ان ده كوندكتيف هيرنج لوس. طب جيت عملت العيان الريني تيست لقيت عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس في الليفت اير، هاجي اعمل له فيبر تيست هيقول لك انه البون كوندكشن في الرايت اير اعلى من الليفت اير، يقول لك انا سامع في الرايت اير احسن من الليفت اير، فده ياكد لي ان سنسوري نيورال. وبالتالي فيبر تيست دوت يستخدم للتاكيد الكونفيرميشن انه ده كوندكتيف هيرنج لوس او سنسوري نيورال هيرنج لوس. يبقى اذا يعني من الاخر كده الكوندكتيف هيرنج لوس البي سي اعلى من اي سي، بون كوندكشن اعلى من الاير كوندكشن، السنسوري نيورال هيرنج لوس الاير كوندكشن اعلى من البون كوندكشن بس الاثنين اقل من النورمال. في تيست اخير كده هو مش مهم في العملي بس ممكن تسال فيه، اسمه شوابخ تيست. بعمل فيه ايه؟ بقارن البون كوندكشن ما بين العيان والدكتور باعتبار ان الدكتور دوت نورمال. تاني شوبخ تيست بقارن البون كوندكشن ما بين العيان والدكتور، يبقى ريني تيست انا قارنت الاير والبون في نفس الودن، الاير والبون في نفس الودن عشان افتكرها. افتكر الشوكه الرنانه محطوطه على الود مثلا الشمال او اليمين، يبقى انا بقارن في ودن واحده بس، بقارن الاير والبون. طب الفيبر تيست بقارن البون كوندكشن ما بين الاثنين ايرز بتاعت العيان، لكن في شوبخ تيست بقارن البون كوندكشن ما بين العيان والدكتور باعتبار ان الدكتور نورمال.
هستفيد منها ايه؟ نورمالي انه البوم كوندكشن عند الدكتور زي البوم كوندكشن عند الايه العيان، لكن في الكوندكتيف هيرنج لوس عند البيشنت هيقول لك انه هو سامع. يعني انا شلت التونينج فورك من على الدكتور وحطيتها على عند البيشنت، هيقول لك انا لسه بسمع. الدكتور قال لك انا يعني الدكتور خلاص الهيرنج طبعا انتهى، لكن العيان لسه بيسمع بعد ما شلت من على الدكتور، فده معناها ان هو عنده كوندكتيف هيرنج لوس. لو مثلا الدكتور بعد ما حط التونينج فورك على المستايد، على المستايد بروسيس ولسه بيسمع، وقام جاب حطها عند العيان، عند العيان هيقول لك انا مش سامع ومفروض ان هو يسمع، فده معناه سنسوري نيورال هيرنج لوس. طبعا التست دي دلوقتي انكرتد، محدش بيستخدم التست دي خالص، ولا ريني ولا فيبر ولا الكلام ده كله ولا شوبخ. في حاجات احدث بتورينا عنده كوندكتيف هيرنج لوس ولا سنسوري نيورال. طب احنا عايزين نطلع من ايه بالكلام ده كله؟ الريني تيست والفيبر تيست اللي مهمين في العمل. بس هبتدي ان شاء الله في الديزيزز اوف الاكسترنال اير، لانه الديزيزز اوف الاكسترنال اير اي حته. الديزيز بنقسمها الى كونجينيتال ديزيز، تروماتيك ديزيز، انفلاماتوري ديزيز، ونيوبلاستيك، واخيرا ميسيلينياس. يبقى الديزيزز اوف الاكسترنال اير في كونجينيتال، في تروماتيك، في انفلاماتوري، في نيوبلاستيك، في ميسيلينياس. اول حاجه هتكلم عنها ايه الكونجينيتال diseases of the external ear. قبل ما اتكلم عن الكونجينيتال diseases of the external ear لازم اعرف ايه الامبريولوجي of الاوركل، لان الاوركل كامبريولوجي بتطلع من حاجه اسمها الفيرست برانكيال ارش والسكند برانكيال ارش، لانه الفيرست برانكيال ارش كان فيه 3 تيوبيركلز والسكند برانكل ارش كان فيه 3 تيوبيركلز، وبالتالي الاوركل كانت بتطلع من 6 تيوبيركلز او بيسموهم زينكايمال بروليفريشن طالعين من الفيرست اند سكند برانكيال ارش. يبقى الفيرست والسكند برانكل ارشز مسؤولين عن تكوين الاوركل. طيب الاكسترنال اوديتوري كانال طالع من فين؟ حاجه اسمها الفيرست برانكيال كليفت، الفيرست برانكيال كليفت، وكمان الفيرست برانكيال ارش بيساهم في تكوين جزء من الاكسترنال اوديتوري كانال. طيب الكونجنتال ديزيز بقسمها كالتالي: مشاكل في السايز، مشاكل في الشيب، مشاكل في النمبر، واخيرا مشكله في الاكسترنال اوديتوري كانال ان يحصل فيها اتريزيا. انا هتكلم عن الديزيز اوف الاكسترنال اير، هتكلم عن الاوركل مع الاكسترنال اوديتوري كانال مع بعض. اول حاجه ديفكت ان السايز، اول حاجه اسمها انوتيا، انوتيا ان يعني مفيش، اوتيا يعني اوركل، مفيش اوركل، انوتيا كومبليت ابسنس اوف الاوركل. طيب تاني ديفكت في السايز حاجه اسمها مايكروتيا، انه الاوركل تكون سمول، مايكروتيا. بعد كده ماكروتيا، انه الاوركل تكون لارج، لارج ودن كبيره، اسمها ماكروتيا. يبقى انوتيا، مايكروتيا، ماكروتيا، علاجهم كلهم ايه؟ بلاستيك سيرجري، يعني بلاستيك سيرجري تجميل، او حاجه اسمها بروسيزس. يعني ايه بروسيزس؟ ودن صناعيه موجوده او موجوده دلوقتي. يبقى بلاستيك سيرجري او بروسيزس، بس امتى؟ بيفور السكول ايج، قبل ما يخش مدرسه. ليه؟ عشان هو الطفل عنده انوتيا او مايكروتيا او ماكروتيا ويخش مدرسه وبقى شغل سيكولوجي وبتاع، ومثلا اصحابه ممكن يعيروه والكلام ده كله. فبالتالي يفضل، عشان نفسه ما تعرفش يعني، يفضل ان هي تتعمل في امتى؟ قبل السكول ايج. بعد كده ديفكت ان الشيب، طبعا هو ديز واحد مهم جدا، هو ده دوت ذا موست كومن كونجنتال ديزيز في الاير كلها، هو حاجه اسمها البات اير، بات اير، او اسمها بروترودينج اير، او بيسموها اوت ستاندينج اير، او بيسموها اللوب اير. البات اير دي اللي هو بيسموه ودن الخفاش، انه الودن بمنتهى البساطه تكون طالعه ناحيه بره. الفكره بتاعتها ايه؟ يقولك ايه الايتيولوجي بتاعه، ايه السبب؟ المفروض ان احنا في حاجه اسمها الانتي هيليكس في الاوركل، هيليكس وانتي هيليكس. المفروض في حاجه اسمها انتي هيليكس، الطفل اللي عنده البات اير هتلاقي انه عنده الانتي هيليكس مش موجوده، في absence في الايه، في الانتي هيليكس، ده السبب بتاعه.
وقال لك انه تعرفها ازاي. نورمالي الانجل ما بين الاوركل والبون، البون اللي جنب الاوركل من 20 ل 40. لو زادت الزاويه دي اكتر من 40 يبقى دوت ايه؟ بات اير. علاجه ايه؟ بلاستيك سيرجري بيفور سكول ايج. بلاستيك سيرجري بيفور سكول ايج بيعملوا ايه؟ بيوم جايين ويبداوا ان هم يعملوا، يحاولوا يكونوا من الكارتليج انتي هيليكس بطريقه معينه كده، يبداوا ان هم يضعفوا الكارتليج، يقطعوا حتت كده صغيره، يعملوا كده في ويكنس، وبعد كده يبداوا ان هم يتنوا شويه بحيث ان هم يكونوا ايه؟ حاجه شبه الانتي هيليكس. في بعد كده حاجه ليها علاقه بالنمبر، في حاجه اسمها اكسسوري اوريكل. اكسسوري اوريكل الاكسسوري اوريكل بمنتهى البساطه ان في حته كارتليج، سمول كارتليج موجوده قدام الاوركل، هو ده الاكسسوري اوركل. يبقى في سمول كارتليج، حته كارتليج مغطاه بالسكان موجوده انتيرو تو ذا اوركل. علاجها ايه؟ اكسيشن، سيرجيكال اكسيشن. علاجها سيرجيكال اكسيشن. بعد كده في حاجه اسمها البري اوريكولار سيست اند ساينس. ايه ده بمنتهى البساطه؟ بمنتهى البساطه انه هتلاقي عند الروت اوف الهيليكس، قدام الروت اوف الهيليكس في كده سمول اوبننج، فتحه كده صغيره. هي ايه الفتحه الصغيره دي؟ دي بيسموها بري اوريكولار فيستولا او بري اوريكولار ساينس. طيب ايه مشكلتها يعني؟ مشكلتها هتعمل لي حاجتين. اول حاجه انه هي ممكن يحصل لها ريبيتد انفكشن، يحصل ريبيت انفكشن لانها مليانه كيباتين، فيحصل ريبيت انفكشن، ريبيت انفكشن تشارج. تاني حاجه ان هي ممكن تكون سويلنج، سيستيك سويلنج ديب كده، فبالتالي شكلها مش كويس، والعلاج بتاعها هو السيرجيكال اكسشن. بس قالك في حاجه، بعمل انجكشن جوه السيست دوت او الساينس بحاجه اسمها ميثيلين بلو، ضاي اسمها ميثيلين بلو. ليه؟ عشان لما اجي افتح واشيلها اشيلها كلها على بعضها، عشان ما اسيبش جزء منها، عشان اشوف السويلنج واشيله كله، لانه لو انا مشيتهاش كلها هتكون تاني ويبقى في سويلنج تاني وبيت انفكشن. فبعمل انجكشن بميثيلين بلو جوه السيست او الساينس ده، وابدا ان اعمل سيرجيكال اكسيشن. بعد كده في ديزيز اسمه الكونجينيتال اورال اتريزيا، ليه اسم تاني؟ كونجينيتال ميتال اتريزيا. يعني ايه كونجينيتال اورال اتريزيا؟ اتريزيا يعني حصل اوبستراكشن. فبالتالي حصل اوبستراكشن في الاكسترنال اوديتوري كانال. ليه؟ لان قلت في الاول انه الاكسترنال اوديتوري كانال طلع من الفيرست برانكيال كليفت، وجزء منها كمان طلع من الفيرست برانكيال ارش. وبالتالي لما يحصل فيلير اوف الكانالايزيشن اوف الفيرست برانكيال ارش، يبدا ان هو يعمل الكونجينيتال اورال اتريزيا. في تكه هنا، غالبا الكونجينيتال اتريزيا دي بيجي معاها مشاكل في ميدل اير. يقول لك ميدل اير هايبوبليزيا مثلا، في اوسكل مش متكونه، او ان يحصل اوسيكولار فيكسيشن، الاوسكل تبقى ماسكه بعضها وفي مشكله في الجوينت، يعني ماسكه زياده عن اللزوم، فبالتالي هتاثر لي على الهيرنج. ممكن كمان تبقى معاها، ودوت ايه قليل جدا، ان يعني يبقى في مشاكل في الانر اير، انر اير انوماليز. دلوقتي انا لازم احط استامبه لاي ديزيز. اي ديزيز لازم اتكلم عنه في نقطه تانيه. رقم واحد ديفينيشن، رقم اتنين ايتيولوجي، رقم تلاته كلينيكال بيكتشر، رقم خمسه لو في كومبليكيشنز، رقم سته انفستيجيشنز، رقم سبعه ديفرنشال دياجنوزيس، رقم تمانيه تريتمنت. دي كده استامبه لازم نحطها قدام عينيا. تعال نطبقها على الكونجنتال اتريزيا. قلت الديفينيشن ده عباره عن اوبستراكشن في الاكسترنال اوديتوري كانال. طب ايه سببه؟ في فيلير اوف الكانالايزيشن اوف الفيرست برانكيال ارش. تالت حاجه، ايه هو الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ الكلينيكال بيكتشر فيه سيمتومز وساينز، سيمتومز وساينز. ايه السيمتوم اللي ممكن العين يجي بيها؟ يشتكي من ديفنس، مش سامع كويس. ليه؟ لان حصل اوبستراكشن في الاكسترنال اوديتوري كانال. تمام. طب نوع الديفنس ده ايه؟ conductive hearing loss. طيب السؤال، امتى يكون mixed hearing loss؟ امتى يحصل sensory neural hearing loss؟ لما يحصل affection of the inner ear،
لان قلت ممكن يحصل انري انومالي. طيب ممكن الاقي انا ايه بقى؟ ممكن الاقي العين ده عنده ميكروتيا او انوتيا. لانه دوت ممكن يبقى في مشاكل الكونجنتال بتيجي كده مشاكل كتير مع بعض. ممكن الاقي معاه ميكروتيا وانوتيا تمام، وممكن الاقي عنده كمان ميدل اير هايبوبليزيا وسيجولار فيكسيشن، ممكن اير انوماليز، لان الكونجنتال ديزيز بتيجي كده ايه مع بعض كده كذا حاجه مع بعض. بعد كده الانفستيجيشنز اللي انا هطلب اعملها من العيان، اول حاجه بطلب منه حاجه اسمها سي تي. سي تي ليه؟ لانه اول حاجه انا محتاج اعرف اللينس اوف الاتريزيا، هتفرق معايا في العلاج. رقم 2 عايز اشوف الميدل اير فيها مشاكل ولا لا. رقم 3 عايز اشوف لو في مشاكل في انر اير. طبعا السي تي دوت بيبين العظم، بيبين اكتر حاجه العظم، في حاجه اسمها ام ار اي ده بيبين اكتر السوفت تيشو. بس السي تي هعمله ليه؟ عشان اساس الاناتومي بتاع مين؟ بتاع الاير. في حاجه بعد كده اسمها الاي ار اي، الاي ار اي حاجه اسمها ايفوكت ريسبونس اوديو متري. ايه ده؟ ده هنقول ان شاء الله في الاوديولوجي. ناخد عن فكره سريعه ان انا بمنتهى البساطه بدي العيان ساوند، وبعد كده اقوم انا اقيس الالكتريكال اكتيفيتي، النيرف امبلس الالكتريكال اكتيفيتي الموجوده في الكوكليا وفي النيرف وفي السنتر فوق. وبالتالي انا بعمل اي ار اي عشان اسس الهيرنج، انا عمل سي تي عشان اسس الاناتومي، اعمل اي ار اي عشان اسس الفيسيولوجي او الهيرنج، هشوف الكوكليا شغاله ولا لا. ليه؟ لانه الكوكليا ممكن فيها مشاكل، لانه انا الاورجان اوف كورتي مش هشوفه بالسي تي، فانا عشان اختبر الاورجان اوف كورتي اعمل اي ار اي، لانه ممكن الكوكليا تكون موجوده والاورجان اوف كورتي مش موجود، فبالتالي انا المفروض اعمل الاي ار اي، يبقى انفيستيجيشن سي تي واي ار اي. العلاج بتاعي طبعا العلاج بتاعي هو هيرنج ايد. ايه الهيرنج ايد ده؟ السماعه طبعا بعمله في البيلاترال كيزز، بعمل حاجه اسمها الهيرنج ايد لحد طبعا ما يجي وقت العمليه. لما يجي وقت العمليه اعمل حاجه اسمها مياتو بلاستي. بتعمل امتى؟ قبل السكول ايج. يبقى انا هعمل عيان ادي العيان هيرنج ايد امتى؟ في البيلاترال كيزز. طب لو يونيلاترال؟ لو يونيلاترال ممكن عادي اسيبه كده. طب ايه الفكره؟ ليه بايلاترال لازم اعمل هيرنج ايد؟ لانه لو هو عنده بايلاترال هيرنج لوس، الودنين الاثنين عندهم كونجنيتال اتريزيا، ممكن السنتر بتاعه بيضمر الهيرنج سنتر بتاعه تمام. فبالتالي لو هو يونيلاترال ممكن عادي ما اعملش هيرنج ايد. لما يجي بقى يكبر شويه قبل سكول ايج بعمل حاجه اسمها مياتوبلاستي، ابدا ان انا افتح الايه الاتريزيا دي كده. في بعد كده طبعا اللي هو عنده ميكروتيا عنده انوتيا اعمل له ايه؟ بلاستيك سيرجري. كده انا خلصت كونجينيتال ديزيزز اوف الاكسترنال اير. ان شاء الله المره الجايه هنكمل التروماتيك والانفلاماتوري والنيوبلاستيك والميسيلينياس.